السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الدرس القصير الذي سوف أشرح لكم من خلال خاصية الكاش باك، والتي توفرك هذه الخاصية توفر لك استرجاع نسبة من المبلغ الذي سوف تشتري به منتجاتك الرقمية والإلكترونية وأي شيء تشتري من الإنترنت، حتى من خلال اشتراكك في بعض المواقع فعضويات مثل الدروس في يوديمي وكثير من المواقع. فهذه الخاصية في الكاش باك يوفر لك خاصية استرجاع نسبة من المبلغ، وذلك بحيث أنك من خلال أن تسجل مباشرة تشتري مباشرة من الموقع، فأنت تشتري من خلال رابط الأفلييت الخاص بموقع الكاش باك، وبالمقابل هم يقومون بمشاركتك نسبة من هذه الأرباح التي سيربحونها معكم. فننطلق مباشرة إلى موقع الكاش باك، أحد المواقع المفضلة التي أستخدمها شخصيا هو موقع إي بيت. فموقع إي بيت يوفر لك استرجاع مبلغ كبير من الكاش باك. فموقع إي بيت يوفر لك أحد المواقع المفضلة لدي فهو موقع إي بيت، وهو الذي يوفر لك خاصية استرجاع مبلغ جيد من خلاله من المبلغ الذي سوف تديره. فهنا يقول لك أنه المبلغ ساعد مستعملي على استرجاع ما يقارب 1 مليون دولار فقط كاش باك. والجميل في هذا الموقع أيضا هو أنه يعطيك 10 دولار هدية عند التسجيل. للإشارة 10 دولار يعطيها لك فقط عندما تبلغ قيمة المشتريات من 25 دولار، يعني 25 دولار يمكنك بلوغها ببساطة. فأظن أنك من خلال الأوردر الأول يمكنك أن تبلغ 25 دولار. فلنتسجل مباشرة. فأول ما عليك التسجيل هو يمكنك التسجيل من خلال فيسبوك أو جوجل، تسجل بالإيميل. أنا أقوم بإدخال، يعني تقوم بإدخال إيميلك الشخصي، تقوم بإدخال أي إيميل هنا، نقوم مثلا بإدخال إيميل أي إيميلك الشخصي والباسورد، تضغط على أماتر روبوت. هذه الخاصية جميلة ويعطيك في الإشارة هذه، لا يعطيك دائما فقط لأنني أستخدم براوزر أول مرة أستخدمه. بريدجز جيد، قم بعمل join now. نعم قد سجلنا به ببساطة. ها أنا الآن الكل ما علينا هو عمل إضافة على الإضافة على جوجل كروم. ثم نقوم بإضافتها هكذا add extension. الآن تم تحميل على الإضافة بنجاح. وهذه المواقع بعض المواقع المدعومة وكم نسبة الاسترجاع. فنشاهد هنا أمازون 3%، شوب هوم 4%، وعلي إكسبريس العديد من المواقع. فنقوم بتجربة الشراء. فنقوم مثلا ندخل إلى علي إكسبريس express.com، تحوش إلى علي إكسبريس. فهنا نقوم هنا كما لاحظت تأتي هذه الإضافة التي تقوم بتفعيل الكاش باك. فإذا لم نضغط على الإضافة فلن يتم تفعيل خاصية الكاش باك. إذا رجاء نرجو الانتباه لهذه الفترة، نضع على Activate. نقوم بإضافتها دائما عند الدخول إلى موقع، لأنك لو أردت أن تذهب بعد أن تقوم حينما تقوم بملء معلومات الأوردر، فسوف تقوم الإضافة بإرجاعك إلى الموقع الأصلي. فلذلك مرجو إضافتها فقط عند الدخول إلى الموقع، مباشرة بعد الدخول إلى الموقع الذي تريد الشراء منه تقوم بتفعيله الخاص. جيد، أقوم أقول له thank you ad blocker we no longer prevent from. جيد، نقوم بالشوب ناو. الآن الخاصية تم تفعيلها، نشاهد الخاصية. جيد، فأنا أقول له أن الخاصية تم تفعيلها مباشرة. جميل، فالآن نقوم بالدخول إلى أي منتوج. مثلا نقوم بالدخول على هذا المنتوج أو أي منتوج في الموقع، ونقوم بإكمال عملية الشراء. ولمن يسأل هل موقع إي بيت صادق في الدفع أم لا، فيمكنك فقط الذهاب إلى جوجل والبحث عن إي بيت بروف، ذلك وسوف تجد العديد من الأشخاص الذين قاموا به. يعني كما تشاهد هنا، فهذا الشخص تم إرسال له 42 دولار قبل إي بيت، وهذا شخص آخر تم إرسال له 52 دولار. يعني فالموقع صادق جدا، والموقع موثوق جدا من قبل العديد، يعني آلاف أو المستعملين يستعملونه شهريا. فهذا
مش هينفع. الموقع يعني يبدو سارق جدا جدا، ويمكنك أيضا من خاصية، نعم الموقع أيضا يمكن أن يرسل لك الشيك إذا لم تتوفر على حساب الباي بال، فهو يمكن أن يرسل لك الشيك مباشرة كما نشاهدنا. فهذه الخاصية موجودة في الموقع، سوف تجدونها في رابط حسابي، سوف تجدوها في حسابك الشخصي يعني. فإلى هنا يكون الدرس قد انتهى. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فعلى روح مرحبا بك وشكرا.